في السادس من أكتوبر عام 1976 اتخذت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تدابير حاسمة لسحق عصابة الأربعة، لتنتهي بذلك الاضطرابات التي استمرت لعقد من الزمن، وهو أمر حظي بثناء جميع أبناء الشعب الصيني. في يوليو عام 1977 استأنف دانج شياوبين أعماله في الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العاشرة للحزب الشيوعي الصيني. في الرابع من أغسطس عام 1977 عندما ترأس دانج شياوبين ندوة أعمال العلوم والتعليم، دعا العلماء الحاضرون إلى إعادة العمل بنظام امتحان القبول بالجامعات فورا، وقد حظي ذلك بدعم دانج شياوبين القوي، إذ تم ذلك فورا بعد أن توقف لأحد عشر عاما. وقد شارك أكثر من 5.4 مليون شخص في الامتحان، وتم قبول أكثر من 270 ألفا منهم، وغير امتحان القبول بالجامعات مصير هؤلاء الأشخاص. مارس عام 1978 انعقد المؤتمر الوطني للعلوم في بكين، وكان أول مؤتمر علمي ينعقد منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية. في 11 من مايو عام 1978 نشرت صحيفة غوامين اليومية الصينية مقالا بعنوان الممارسة هي المعيار الوحيد لاختبار الحقيقة، وقد أثار المقال ردود فعل قوية بين الكوادر والجماهير. في 18 من ديسمبر عام 1978 انعقدت الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية 11 للحزب الشيوعي الصيني بنجاح، واتخذت هذه الجلسة قرارا استراتيجيا قاد بتحويل مركز ثقة لأعمال الحزب والدولة إلى بناء التحديث الاشتراكي، وأكدت على أنه يجب فهم النظام العلمي لفكر ماو زيدونغ بشكل شامل وصحيح. وقيمت الجلسة النقاش حول مسألة معيار الحقيقة تقييما عاليا، ومنذ ذلك الحين بدأت الصين في تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح، وكان ذلك تعبيدا لطريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.